أهلين، شو بدك أنت التاني؟ أنا جاي أسلمكم الخزنة أصولاً. أنو خزنة؟ هي اللي جنبكم سيدنا. ليش شو فيها؟ الحقيقة ما فيها مصاري، بس فيها شوية أوراق لازم أسلمكم إياها. تفضل أستاذ، هي كل محتويات الخزنة. شو هذا؟ شوفت عينك، ثلاث ظروف، أخضر، أزرق، أحمر. ما اختلفنا على الألوان، بس شو فيهم؟ سيدي هذا عرف عام عم بتورسوه المدراء اللي عم بيقعدوا على هالكرسي بمديرية التخطيط والخدمات العامة. ما فهمت عليك، اشرح. سيدي جرت العادة إنه كل مدير بيطير، قصدي يعني بيترك الكرسي هذا، لازم يكتب ثلاث نصائح مهمة للمدير اللي بيجي بعده. أيوه. وشو نوع النصائح بقى؟ الحقيقة أنا ما بعرف، بس ترتيبهم حسب الأهمية، الأخضر فالأزرق فالأحمر، ولازم تفتحهم بالترتيب هذا، هيك جرى العرف. يعني يفتحهم هلا؟ لا لا مو هلا استاذ، هدول بس للطوارئ والزقات. والله هي سمعة جديدة. طيب خود حطهم بالخزنة واعطيني مفتاح. حاضر استاذ. شرف استاذ. يعطيك العافية. خير استاذ. صباح النور. قريتوا جرايد اليوم؟ لا والله لسه، ليش في شيء؟ والله ناشين عرضنا يا استاذ. شو الحكي؟ ليش بقى؟ اسمع شو مكتوب بصفحة الرقابة الشعبية. أهالي حي الكباش يستغيثون ويستصرخون دائرة التخطيط والخدمات العامة ويطالبون بتزفيت الطلعة التي. ولك ما كانوا يخلصونا من هالقصة؟ ولك شلون بدنا نزفتها ولسه شبكة المجاري ما خلصت شغلها؟ غيره شو مكتوب؟ سيارات القمامة لا تصل إلى حارة العوامة لأن الطريق غير سالكة بسبب تراكم الحفر والمطبات. ولك يا أخي مو ذنبنا، نحن منحط الدراسات والآراء والمخططات ومنبعتها للتنفيذ، بس ما حدا عم يرد علينا. كل دائرة بتحط أوامرنا واجتهاداتنا بالدروج وبتسكر عليها وبتنساها. غيره يا أخي غيره، شو في كمان؟ خطوط التوتر العالي تفتك بالأطفال في حي المساكن ومديرية التخطيط والخدمات العامة تحت الشبهات. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولك يا أخي صرنا بعتين 100 كتاب للكهرباء مشان ينقلوا العواميد أو يمددوا الكابلات تحت الأرض. ما كانوا يردوا، لك ما ردوا، شو نعملهم يعني؟ منقطع راسهم؟ وهون مكتوب بالخط العريض سيدنا، دائرة التخطيط والخدمات العامة وعود خلبية كاذبة وكلام في الهواء. شي حلو والله، وصل البلة دقنا ونحن عم نضحك ونلعب. لك شو العمل يا سعيد؟ فهمني شو العمل. لازم نسكت الصحافة شوي وإلا بعدين بصير بلبلة ويحدث ما لا يحمد عقباه، لأنه صحفي واحد بيخلي كل المسؤولين يقروا كلامه، ومعلومك الجرايد بتتوزع على الدوائر الرسمية وببلاش كمان. سيدي بتريدوا الرد على الصحافة؟ ردوا يا أخي ردوا، ليش لحتى ما تردوا؟ شو يعني؟ نحن لساننا أكل القط؟ بسيطة مرت سيدنا مثل ما بتكون. ماشي الحال، روح على مكتبك هلا، روح. حاضر استاذ. لا حول ولا قوة إلا بالله، العمى على العلقة. إذا اشتغلت فينا الصحافة رح ندبلك. إيه ربي أرجوك أعيني على بلواي ربي. يمكن صار الوقت مناسب حتى افتح الظرف الأخضر وشوف شو فيه. يمكن. شك أنك تواجه حملة صحفية شعواء، عليك أولا بتلميع صورتك وتشويه صورة من كان قبلك باتباع الخطوات التالية. أولا
الو سعيد، هلا بعد شوي رح يمرق عليك صحفي اسمه غالب، اصرف له مكافأة 10,000 ليرة. نعم؟ والله ما بعرف. حطها تحت أي بند. ماشي الحال. أوكي الله معك. مرحبا أستاذنا. أهلا وسهلا أستاذ غالب، أهلا وسهلا مرحبا أهلين. تفضل ارتاح. شكرا. إن شاء الله عجبك الاجتماع، على ما أعتقد كنت حضرتك بالاجتماع. كنت موجود، وعجبني كثير الاجتماع. وبهذا الاجتماع بصراحة حطيت النقط فوق الحروف. طبعا يا أخي كان لازم تنحط. المهم هلأ أنا ناوي بهاليومين أعمل جولات ميدانية على مواقع العمل والورشات بنفسي، ويمكن شارك مشاركة فعلية مع العمال والفعالة. وصدقني هالشغلة نابعة من صميمي، يعني عدم المؤاخذة مو بروزها ولفت نظر، بالعكس تماما أنا حابب أضرب أمثولة وقدم قدوة. بعدين شو رح أنقص؟ يعني بشطف الشوارع وانا اسمي نادر بيك تلتوعه، وبرجع لورا مكتبي وانا اسمي نادر بيك تلتوعه. بقى برضاي عليك، هيك جوله لازمها تغطيه صحفيه واعلاميه مناسبه. ولا يهمك استاذ، فيك تعتمد علي بهي القصه، رح زبط لك مصورين وصحفيين واطرش خبر بكل الصحف والمجلات. برافو عليك استاذ غالب، هلا بديت تفهمني. صحيح قبل ما انسى، وانت طالع مر على الاستاذ سعيد، لانه يعني في هيك مكافاه صغيره تارك لك اياها. هي صحيح مو من قيمتك، بس معلش كرمال خاطري ارجوك تقبلها. يسلموا ايديك استاذ نادر، ما بدنا غير سلامتك. شو عم تحكي انت؟ حقك هاد حقك، مالي من نيه عليك منوب، انت بتستاهل كل خير. ولو بتعرف نادر، كتير طالعة صورتك حلوة قدام سيارة الشطف. حلوة مو هيك؟ بتاخد العقل. على فكرة الوزير لما شاف هالصورة اتصل فيي وتشكرني واثنى علي كتير، وعلى ما يبدو بلشت صورتي تلمع هون وهون وفوق. وأنا هيك ملاحظة، ويلي عاجبني فيك هاليومين إنه الأحباط واليأس يلي كانوا مرافقينك أول ما استلمت عم يتلاشوا أول بأول، وعم تشتغل بتفاؤل أكتر. إيه طبعاً، لاني بديت افهم قواعد اللعبه صح. الصحافه رجعت تهاجمنا استاذ شريف. شو هالحكي؟ لك يخرب بيتهم وبيت بيتهم، شو اكالين ونكارين؟ لكن عم شو الصحف هي؟ مالها شغله بالبلد غيري؟ اللهم انزل السكينه والهدوء على نفسي يا رب يا رب. ماشي الحال، روح لمكتبك انت، روح. امرك. لا حول ولا قوة الا بالله. يمكن صار وقت الظرف الازرق. حاكم مزنوق زنقة الكلاب. زنقة لا قبل ولا بعدها. شمت فيه الأعداء أرجوك ربي. في هذه المرحلة لابد من بعض التغيير ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب حسب الخطوات التالية. أولاً
يا استاذ سعيد اطلب لي الموظفين والمدراء لاجتماع عاجل واستثنائي وفوق العاده فورا، ولا تنسى تدعي لهالاجتماع صحفيين من كل المؤسسات الاعلاميه المقروءه والمسموعه والمرئيه. ماشي الحال، الله معك، مع السلامه. صدقني يا نادر بيه، كل الاجراءات اللي اتخذتوها من شهرين لهلا ما جابت نتيجه. شلون يعني ما جابت نتيجه؟ يعني الموظفين رجعوا يتزمروا، والصحافه رجعت تلت وتهجم، والحكي كتران كثير عليكم، ومو بس هيك، بصراحه في نكت جديده طلع عليكم المديريه. نكت؟ طالعه علي نكت انا؟ هذا اللي كان ناقص والله. يعني بصراحه استاذ، الوضع العام ما انه مريح ابدا، بالعكس مكركب تماما، ومشان هيك لازم تتخذوا اجراءات اسعافيه سريعه لتفادي الازمه. يا اخي شو لازم اعمل؟ فهمني عاصم. حطيناها واطيه للصحافه، وعملنا لها واجب وقيمه، قامت فاتت لبيتنا ولحست زيتنا ونزلت بساحلنا سف. يمكن هلا صار وقت الظرف الاحمر، اكيد هذا وقته، واكيد رح الاقي فيه كل الحلول الجذريه والحاسمه لكل مشاكلنا. أيامك فوق هذا الكرسي أصبحت معدودة، لأنك استنفذت كل ما يمكن اتخاذه من إجراءات. العمى معقول؟ أصبح لأطلع بشرف قبل ما صر لها شي ضحكة. يا هشام، لا أطلق بعيدة، فوت زوم إن على وشي، بدي وشوش الجمهور. هذا يا أسيادي إجانا بزمانه خبير أجنبي فرماسون، حتى يساعد بنهضة بلادنا. قال لي قبل ما يسافر وتنتهي خدمته، قال لي أنا بعد ما زرت بلادكم آمنت بالله عز وجل، لأنه لو ما في قوة خفية عم تسير هالبلد كانت خربت من زمان. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.